خذ. ايوه تكفى زيدها شوي. عجيب والله، امك تسوي لك فطور وفوق عشر يعني. يبا ما تكفي، الشبس بريالين والعصير بثلاثة ريال، ولا يمديني اشتري تسالي مع اخوياي في الطلع. احمد ابوك اخوك ابونا بسنك نعطيه ريالين، يشتري بريال ويرجع ريال الثاني. يبا هذاك اول، الحين العشرة ريال ذي ما تسوي شيء. تبيها ولا ارجعها؟ لا لا ابغاها. خذ البكت ماني يبا. ها؟ المصروف حق الجامعة. المصروف يسمونه وكت. طيب وين مكافأة الجامعة؟ يبا نسيت، قطعوها عني عشان تأخرت بالتخرج ودخلت الخمس سنين. تحملين المواد ولا نبلش؟ خذي والحقي على جامعة، لا تدخلين ست سنين وابلش أنا. يبا ورا ما تحولها لي على حسابي، فشلة حاسب كاش. تبينها ولا أرجعها؟ لا أبيها أبيها. هلا والله بالأب البطل. وانا يبا مالي شرها مثل اخواني. الا شر عليك، نايم وجاي تطلب فلوس، راح اشتغل مثل العالم. خلاص يبا لا تجرحني، ترى ذا اليومين ساير حساس. تريني ساير حساس؟ يا ليتك تحس، لكن ما فيك فايده. ابو عامر، يا ابو عامر. نعم. تعال ابيك تشوف معي وش صاير. يلا صباح خير. الشغالة تقول السقف يهرب موية من أمس، جيب لنا سباك بسرعة يشوف وش الحل بعد التهريب. هذا تهريب من خزان علوي، يعني تهريب من سطح. وش أبيله؟ هذا لازم سوي تكسير كله بلاط وغير مواسير. مين سباك حمار هذا سبي؟ خلينا من الحمار اللي سواه. أنت بتصلح بكم؟ أنا سوي. لا كم أخره؟ عشان أنت أنا أسوي شغل نظيف، مواسير جديدة وكله طيب، 40,000 ريال. عجيب والله. إذا بترمم السطح أبيك تبني لي مستودع في الحوش. وش هو المستودع؟ أنت تقول إني مجمع قراشيع كثيرة في الحوش، خلص نبني لها مستودع ونضفها فيه. ومنين لنا الفلوس؟ طلع قرض، مثلك مثل غيرك. يا أبو عامر البيت قديم ويفشل، نبي نرممه ونزينه ونبدل فيه أشياء كثيرة. عجيب والله. طال عمرك بنعطيك الحد الأعلى للقرض 200,000 ريال، تسددها على 5 سنوات، 4,000 شهريا. ها 4,000؟ وش بقى من الراتب؟ ورا ما تأخذون الراتب كلها زين. طال عمرك هذه الحسبة بناء على راتبك وعلى عمرك، تعرف كبير السن والمتقاعد نسبة الفائدة عليهم مرتفعة، وطبعا هذا مو عندنا فقط، هذا في جميع البنوك. طلعت القرض؟ طلعنا القرض وخلاص، والمقاول يقول إن شاء الله بعد 5-6 أيام يشتغل. بس ها أمسك إيس، ما هو مثل من أول، راح من الراتب 4,000. إن شاء الله.